يعني كان الحديث اليوم عن موضوع القدس وأهمية القدس وأهمية الحفاظ على الهوية الوطنية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس. إسرائيل تقوم بعملية تزييف كبرى لمحو هذه الهوية، لكن الشعب الفلسطيني يقوم بواجبه وبالتضحيات اليومية من أجل الحفاظ على القدس والهوية الفلسطينية وفضح الرواية الإسرائيلية المزيفة للتاريخ. القدس عربية إسلامية ومسيحية، وبالتالي طالبنا وزراء الإعلام العرب أن يكون القدس أحد أهم برامج الحركة الإعلامية العربية الفلسطينية في الخارج. ضرورة الحفاظ على القدس ومقدساتها وعلى الهوية الفلسطينية العربية وعلى تاريخها وتراثها ومقدساتها. القدس في خطر، إسرائيل تقوم بعملية تزييف هائلة لتهويد القدس ولإقناع الرأي العام العالمي بتضليلها، لكن الهجوم الفلسطيني العربي المشترك سيكشف هذه الحقيقة، ولا بد من حركة وآلية عربية فلسطينية مشتركة. هذا ما سنطالب به وطالبنا به مرارا، أن تكون هنالك حركة فلسطينية عربية إعلامية على الساحة الدولية، لأن لسنا بحاجة لإقناع المواطن المغربي بعدالة قضيتنا ولا المواطن العراقي أو اللبناني أو السوري. نحن بحاجة لتغيير الرأي العام الذي ضلل بالرواية الإسرائيلية. الرواية الإسرائيلية رواية استعمارية، وهي رواية مدعومة من الغرب الاستعماري وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، التي تدعم إسرائيل بالسلاح والمال لإلغاء عروبة وهوية القدس. ونذكركم بصفقة ترامب الذي قال أن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية، فقلنا له الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية خارج الطاولة ما دام هذا هو موقفها، ولكن نحن مصرون على أن تكون هنالك حركة سياسية عربية تجاه الرأي العام العالمي ومع الحكومات الغربية تحديدا الداعمة لإسرائيل الداعمة للتضليل الإسرائيلي. نحن متمسكون بأرضنا بثوابتنا بقدسنا بمقدساتنا، ولن نسمح لأحد أن يمرر أي مؤامرة. هنالك مؤامرات عديدة جرت في السنوات الطويلة الماضية، ولكن نحن صامدون على الأرض المقدسة ولن نسمح لأي مؤامرة تمر. مطلوب مزيد من الجهد العربي تماما كالجهد الذي يجري اليوم هنا، جهود عربية متكاملة لدعم القدس. سواء لجنة القدس أو وزراء الإعلام العرب لا بد من زيادة نشاطهم ودعمهم لصمود أهل القدس والمقدسات أهل الرباط. والقدس كما تعلم أولى القبلتين لدى المسلمين، ومصر السيد المسيح إلى السماء وقيامته من القدس هي مدينة مقدسة إسلامية مسيحية عربية وستبقى كذلك. ولن نسمح للتضليل الإسرائيلي ولا للدعم الغربي ولا للإدارات الأمريكية المتعاقبة بتزييف التاريخ. وقاطعنا الإدارة الأمريكية 3 سنوات، وجاء الرئيس بايدن الآن وكرر وقال